أخي الشخص الطيب. يزين عشرتك ويزين العيشة معك ويزين اللي قدرك ويا جنته وياك. لكن الطيب لا من خسرته والله العظيم إنه ألمه أشد من الإنسان الشرس، الإنسان اللي ما بقلبه رحمة، الإنسان اللي بعد العلاقة ما يخليك بحالك. الطيب طيب بعلاقته وياك يوم انت وياه، ولما تبعد عنه تحاول انك ترجع له وتحاول انك تندم وتبين ندمك له، لكن هو الجامة خلاص رفعها، ما في مجال انه ينزلها. ليش؟ لان الطيب صاحب قرار، والطيب ما يتراجع عن كلمته، يعيش وياك ويصبر على كل شيء. لكن إن قال لك مع السلامة فوداعه ما له رده.